السلام عليكم إخواننا الأعزاء، كثير يلومونني ويرسلون لي على الخاص، ما أنت قلت تسرفوش ولا حد يسبك تسرفوش، وبقول لك ما على الخاص مكان 17 و30 كنا هنصرف وحنكسب، وانت بتقول نزل صار 16 و80 و16 ونص وانت خسرتنا. بقول لك حط كندره في تمك وصرمه في تمك، لاني عند كلامي. بقول لك لا تصرف، وبقول لك انه الدولار تصاعد الى 19، واي واحد بوجه لك انت خسرتني انا كنت حاصرف وما صرفتش، وابلغوني بانه راجع الدولار ال14 وفي خطة بدي يصير ضبطه الى 15. يا عمي اللي قالوا لك على الخطة هدول هم النصابين اصلا، ما في شيء هيك خطة. الدولار في تركيا بالذات صاعد الى اتجاه 20 21، واللي عم بيصير الان هي بلبلة عالمية، بلبلة يعاني منها كل الدول والدول الصناعية والمتقدمة، والسبب هو الوحيد الحرب في اوكرانيا وما سيحدث قريب جدا في شهر 7 في تايوان. وايضا ازيدك من الشعر بيت، انظر انت الى سعر السكر الان، انا الاول والوحيد تحدثت عنه، السكر الان تخطى 30 ليرة تركية الى الكيلو، ابحث كم، ما بعرف انا انه نوع. واقول لك في هذا الصباح يوم الاربعاء عندكم الان استدل، لانه الذهب الان فرصة شراء، لانه الذهب يا اخواننا بعد ما يتم الان تطبيق الخطة التي وضعها بايدن والدول السبع امس، سيصل الذهب يعني سيغلى. افهم اللي حامل ذهب ما يبدله ولا يبيعه، الذهب سيصعد، فرصة شراء. وانا اقول لك واعيد كلامي بانه الدولار سيصل في شهر 7 في تركيا في الذات الى 19، وفي لبنان حيتخطى 45 ألف، اوكي يعني 45 ألف ليرة لبنانية بتساوي دولار واحد. فلذلك انا بدي اقول لك الان بانه خد بالك من شيء مهم، انه العالم اللي بروجوا له انه في خطه وتنزيل عشان ياخذوا دولاراتكم، هدول هن قمه النصب. وفي كمان شيء، اتركوكم من اللي عاملين ترويج انه في كذا وبدهم الدولارات، وجيب 10000 دولار عشان يجيبك تاشيره انسانيه. التاشيره الانسانيه مجانيه، والتذاكر مجانيه لمن يذهب الى لجوء انسانيه.